ني درار ونتمنوا لهم مسيره موفقه في رياضه الركبي ومعنا في البطوله، واخا كاين معاهم الشباب اللي ضربوا حتى ما قدوا في الركبي. نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. سمعت عثمان باغيات تكرم بعض الاعضاء في الفريق اللي عطاو ودلاو بالدلو ديالهم لانجاح هذا الفريق، لعبوا مع الفريق. ونبداو بالسي وراد اللي تنطلبوا منه انه يكرم لنا السي عبد الوهاب البقالي كلاعب سابق في جمعيه اركمان واللي راه يحضر في الديار الاسبانيه. يقبل منا هذه الهدية البسيطة. إجلالاً للأطر ديالنا والعودة أحسن عودة هذا الموسم، وهي ديال سيمن كوب اللي رجع يأثر الفريق وتعطي مجهودات جبارة. تنطلبوا من السي الشيباني ديالنا خلي العطاف يجي سيمن كوب. احتراما للأطر الصحفية المنابر الإعلامية اللي عندنا في الإقليم، وخاصة التجربة الصحفية اللي يقوم بها السادة الصحفيين اللي كاينين في القرية، خاصة رفيق كرتيو اللي تنشجعوا على التغطية الإعلامية شكرا لكم، شكرا للضيوف ديالنا، شكرا للجميع ان شاء الله.